اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني وموريان في بلاد الامريكان الحلقه النهارده عن الستاير انا مش بفركوا ستاير عندي انا بس بحكي ستاير بتبقى عامله ازاي الستاير هنا من المشاكل الكبيره اللي احنا كمصريين بنواجهها لان احنا ما عندناش الستايل الستاير بتاعت مصر مش موجود هنا اللي هي البرائع الدربيه الحاجات البلتكنات الكلام ده مش موجود هنا ف... المحلات اللي موجوده عندها ستاير ممكن تعملها لك كاستمايز عندك جيسي بني عندهم سكشن هناك اوت سيرفيس بيجي يعمل لك الستاير زي كده يعني وده بتكون غاليه شويتين الفيزا تقريبا بتبقى في حدود 600 دولار اقل حاجه يعني تطلبها من عنده بس طبعا المقاسات والكلام ده بيبقى فور فري من المحلات الثانيه اللي عندها حاجات حلوه للستاير باسامبيان عندهم يعني انا جايبه من دي من عندهم الكوره اللي هناك دي الكوره دي ب 25 دولار لوحدة الكوره دي ب 25 دولار آه فده عندهم برضو ستاير ومن نوع الغالي شويتين تعالوا فرقوا شويه على الستاير دي دي ستاير دي معموله في مصر انا عاملاها في 2018 الستاره دي والستاره اللي هناك دي انا عاملاهم في 2018 في مصر وهفرقوا اللي ماما عملتهم السنه دي الستاره دي معموله ازاي بصوا يا جماعه هي انا بستايل بيتي مودرن مش يعني بصوا ستايل عفش مودرن مش كلاسيك فالستاره دي كانت اقرب حاجه ان انا جبتها والراجل انا فرجته المقاسات انا خدت معايا مقاس الشباك طبعا الستار دي كانت معموله على البيت القديم مش البيت ده فخدت ان هي مقاس الشباك كده زي ده كده خدته ان هو متر هو كان متر وربع فانا قلت له متر فجاب لي لكل ستاره 6 متر جاب لي لكل ستاره 6 متر اسود 6 متر سيلفر 6 متر اسود ستة متر سيلفر انا القماش ده انا جبته من الوكاله القماش انا جبته من الوكاله ومحدش فكر هاني عشان هاني فكان فاضل له يعني تكه وكان هيقتل اللي جابوني احنا رحنا جبنا القماش ده من الوكاله وجبنا ده من الغوريه وجبنا ده من محل تاني من الوكاله وجبنا الشراشيب دي من حته تانيه ولما رجعنا هنا جبنا الكوره دي من مكان وجبنا لا ده كان حوار يعني فهو انتو شايفين هو عاملها من فوق ازاي؟ كشكشه كسر يعني هو عاملها كسر تانيها وانا هو لما عملها لي انا اختار الرسمه فعملها لي كده بالطريقه دي ده تبقى كده يعني اهي اه الفرنش الفرانش ده هو كان عايز يحاسبني على الستاير كلها مع بعض ب 12000 جنيه فانا قلت له لا انت قول لي انت عايز قد ايه قماش وانا هجيب بصراحة كلفتني كقماش كل الاربع خمس ستاير من دي خمسه من دي تلفين تقريبا 3000 جنيه من 2018 وهو خد زيهم ثلاثه بس هو قاعد يقولي الفرن يعني الفرنش اللي انت جايباه ده ما كانش حلو انا كنت هجيبلك احلى الشرشوبه دي قلت انا كتوتال كشكل كحاجه يعني عاجبني يعني كل واحد بستايله آه دي كان المتر ب 120 تقريبا ساعتها شايفين شكلها السيرفر عامل ازاي طبعا دي انا كنت جايباهم مقاسات اوض النوم دي كانت بتاعت النوم فدي كانت كلها حته واحده يعني ستارة واحدة فاحنا لما جينا هنا حاطتهم واحدة كده هنا على الشباك ده وواحدة هنا وحطيت ستارة في النص وجيت علقت دي ببلتكنة حديد كده اسود جايباها من باسم ب... بيان تعالى افرجكوا الستارة الثانية معموله ازاي عشان مختلفة دي بقى ادينا انا بقى... يعني هفرجكوا الحلقة معموله ازاي من عليها يعني دي يعني اساس الحلقة دي اثنين شايفينها هي اتنين طبعا انا عشان لا ما انا ما جبتش جديد انا خدت الحاجات القديمه اللي كانت عندي قلت لما هاجي هنا هشيل ده تاني فهعمل جديد فانتوا شايفين الاثنين يعني انا عايز اطلع الكاميرا كده افرجكم حاجه شايفين دي المصورة اتنين يعني الماسوره دي من اكيه يا جماعه المصورة دي من اكيه يعني شوفوا دي انا حاطه حاطه عليها صدقوا بقى دلوقتي شايفينها فدي من اكيه بتتباع بتتباع معاها المواسير بس هي غاليه شويتين تجيبوا بس دي من اكيه دي من اكيه وتجيبوا المواسير دي من وول مارت ولو انت عايزه تغيري الشكل ده هاتي بس من بس من بسام ممكن تجيبي انا جايبه الاثنين ب 25 يعني الواحده يعني الستاره الواحده خمسة 25 دولار دول اللي هي الذهبية دي او السيلفر دي ب 25 دولار لان عشان تمسك الستارتين في بعض شايفه ستاره اهي واستر اهي شايفين الكشكشه اللي بقول عليها من فوق معموله ازاي؟ اللي حد ليه في الخياطه يعرف يجيب القماش، مش موجود في هابي لابي، موجود في مايكل ودي برضه ال دي موجوده في هابي لابي بليار باليارده فانت ممكن تجيبها ومش بدل ما تنزل مصر يعني. طبعا في هنا اتنين على الانترنت هنا في امريكا بيبيعوها مش فاكره اساميهم بيعمل المتر بلتكانه خشب يعمل الفرنش 150 دولار الكلام ده كان قبل الكورونا ما اعرفش الاسعار دي لسه زي ما هي وما فيش في حد بيجي هنا فيرجينيا بس انا ما اعرفش مين بالظبط فبيجي برده فيرجينيا تعالى انا افرجكم الجديده بقى اللي احنا عملناها السنه دي ماما اللي عاملاها لي ربنا طبعا يخليها طبعا دي اوضه المكتب بتاع هاني فعملت رستارة ستاره فقلت برضو عشان لسه البيت كله نفس الدور فعملناها اسود اه مش سيلفر بقى ده رصاصي يعني هو امي آه لما اخترت الالوان انا اخترت آه تركواز عملتولي كحلي واخترت سيلفر فعملتولي رمادي ربنا يخليك ليا ماما يعني آه استا انا فرقتها ستاره وبعت لها شكلها شايفين دي دي خياطه عاديه دي مش كشكشه ده جاب الاتنين وخيطهم وحط الفرنش ده وحطها وعمل لي زي تلبيسه منها فيها من هنا في الاخر وحطها وانا جبت الحاجات دي من مصر انا جبت دي الاثنين ب 125 تقريبا اه الاثنين ب 125 وجبت الزول من وول مارت يعني اللي انت شايفينه ده الاسود الصغير دي كانت بخمسه واللي فوق دي ب 15 الكبيره دي ب 15 والحلقه نفسها من اكيا ماما جابت لي ده ده كان المتر ب 170 دولار جنيه متر الشيفون ده او التول ده ما اعرفش بيسموه ايه هجيبها هنا في النور شويه عشان شو اقدر اصفرها ف شايفين شكلها يعني هو انتوا لو جيتوا سالتيني هقول لكم انا كنت حابه اكتر من دي لان الفرق ان درجه اللون هنا دي غامقه مش فاتحه يعني انا مش شايف يعني رب تشوفوها قوي انا بحاول اجي مش في الاضاءه اه اهي يعني هي فيها درجه مش عارفه شايفينها ولا لا هي مش سيلفر هي جراي أه بس توتال شكلها حلو يعني توتال انا يعني نفس يعني مش هقول نفس الستايل التاني في فرق بينها طبعا وبين الستايل التاني فدول الستاير يبقى انت عايزه تجيبي ستاير. عندك برلينتون عنده ستاير ممكن نجيب ايه؟ ممكن نجيب دي شيفون او طول زي دي كده ونجيب طبقه من دي لطيفه يعني لو انت عايزه تعملي ستايل زي كده من الستاير عشان انا عارفه ان الستاير دي بيج ديل قوي بتجيبي اه عندك كمان هم دي هم جود بيعمل ستاير حلوه هي غاليه شويتين يعني كل شباك انا جيت عملت ستاير لاوضه المكتب دي اول ما عزلنا وقفت عليا كنت جايباها رخيصه كنت مش غاليه يعني كانت وقفت عليا تقريبا ب 100 دولار فجيت انا قلت اللي هيدفعني 100 دولار انا هروح اعمل ستاير في مصر فما كناش ساعتها ف... يعني مرتبين ان احنا ننزل بس يعني ايه جه اخويا خطب فقلت خلاص انا هنعملهم. قلت لماما وانت بتعملي له الستاير اعملي لي الستاير معاكي وبعت لها الاشكال طبعا ماما قعدت شهر كامل انا كمان هي واحده صاحبتي في الشغل كل يوم بتلي... التليفون ده جاي من مصر اقول لها اه منطق او لها اه الستاير اقول لها اه تقول انا تعبت فقعدنا نضحك يعني هي عامله لي اشكال فوق كمان احلى يعني انا مش عاجباني الشكل ده بس فوق عامله ليها لو طلعت فوق افرجكم شكل اوضه النوم عامله لي الكل اوضه يعني انا عامله فوق في اوض العيال لما كنت طالبه تركواز فاتعملت لي كحلي يعني انا كنت طالبه اللون ده انا كنت طالبه اللون ده او الدرجه دي مثلا يعني زي الدرجه دي فامي عملت لي الدرجه دي <تصفيق> <تصفيق> امي بقى بس ف ده ستايل خياطه مختلف يعني اللي اللي تعرف في الخياطه هي عباره ان هو بتحط الاثنين مع بعض وبتدككيهم يعني اللي يعرف الخياطه هنا حطهم الاثنين مع بعض والفرنش وخلصنا وممكن تجيبي البلتكانه بتتباع ب 150 دولار للمتر عند الناس هنا ويا ريت يا جماعه اللي عنده مشروع وعايز يعلن عنه احنا عندنا كلها بتكبر وفي سبسكرايبر اعملي فيديو لشغلك وبعته على الايميل بتاعي او على الفيسبوك بتاعي بس هي على الايميل ان الفيسبوك مش هياخد مثلا لو فيديو 10 دقايق مش هياخده او 5 او دقايق مش هياخده اعمله لي وانا هرد عليك احطه تبع هاني وموريان واحطه على القناه عندنا اي حد عايز بيزنس الناس اللي عندها ستاير زي ما انا قلت في اتنين او تلاتة شايفاهم على الفيسبوك وكده ممكن تحط البيزنس بتاعك تصورلي شغلك وانا تحت امرك احط لك ده عندي في القناه عندي سواء اي بيزنس انت عندك يعني وطبعا المسؤوليه يعني المساله عليكم انتم مش عليا انا ماليش ماليش فيه يعني بس فده كان حوار آه بس بس ده كان حوار الستاير دي برضو اللي انا كنت ع... دي تركواز على فكره دي لو في الفيديوهات القديمه كنتوا بتشوفوها دي التركواز في السيلفر ماما عملت لي كحلي في جراي اللي شفتوه فطبعا ما كانش ينفع انا كنت هنا تلات شبابيك فانا كنت عايزه اعملها زي اللي شفتوها هناك في اول واحده السوداء احط دي التركواز هنا واحط التركواز الثانيه هنا واحط الابيض ده في النص فطبعا ما نفعش واندنج ان انا سايباها كده لغايه لان انا هفتح ده اعمله الشباك بره يعني هفتح الشباك اعمله دولاب يعني باب فمش هحط ستاره هنا فيعني طيب ايه فسايباها يعني لا بصراحة انا بصراحه صعبت علي ان انا اسيبها في تحت السرير او حاجه يعني بشوف اللون بتاعها جميل ازاي هوريكم فوق كمان اللي في اوضه النوم الشد وقع شايفين الشد الشدين من الهواء وقع اوف ده هنا هاجي علقني بس ف ده بالنسبه للستاير عندك وول مارت في ستاير ومش غاليه شويتين آه بس انا كخامه وايز لا من عندك برلين كان عامل ستاير حلوه أه هوم جود عامل ستاير حلوه أه بس امبيان عامل ستاير حلوه وعامل ان الحديد ده يبقى خشب كمان التعليقه دي خشب وتقيله وتستحمل وفي نظام الدرابية والكلام ده ده بالنسبه للستاير اتمنى الحلقه تعجبكم واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان باي باي